أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد، وقدم رئيس الوزراء في برقية أسماء آيات التهاني وأصدق التمنيات لرئيس الجمهورية، داعيا الله عز وجل أن يعيدها عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والأمان والسلام. وأكد رئيس الوزراء أن هذه المناسبة رمز لتجسيد أسمى معاني الجهاد في نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيفة. كما عهد مدبولي الرئيس على مواصلة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء كي يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر الوفي من تقدم ورفعة وازدهار.